دوكا هنا عندي دو سفير، غنشوفو الحالة الأولى اللي فيها دو سفير. السفير الأولى قالك سفير اس ان دو سونتر او دو غايون اغ ان، هادي شارجي افيك ان شارج كي ان، واحد لا شارج كي ان دو دونسيتي رو بوزيتيف. شنو معنى دونسيتي رو؟ يعني ان هاد الشارج كي ان كتوزع علاش؟ على الفوليوم، على الحجم. يعني بالنسبة لاس ان هي اس ان، هي هادي السفير الدخلانية وهنا اس دو. دونك مطلوب نحسب لا سوم دو كي انتيريور، وبالنسبه للاس 2 هي سفير دو سونتر او دو غايون ار 2 شارجي افيك ان شارج كي 2. يعني لا شارج توتال ديال السفير الاولى هي كي 1، سما كي 1 هذه لا شارج توتال بالنسبه للسفير الاولى، ولا شارج توتال بالنسبه للسفير الثانيه هي كي 2. دو دونسيتي سيغما، معنى دو دونسيتي سيغما يعني ان لي شارج ان فوا تسمع سيغما يعني لي شارج غيكونوا في السيرفاس، اتفقنا؟ و ان فوا تسمع غو يعني لي شارج غيكونوا فاش في الفوليوم، اتفقنا؟ هنا كذلك عندي دو سفير و لي سباس اونتخ دو سفير اي شارجي، يعني هاد لي سباس ما بين السفير هنا كاين لو فيد، كاين الفراغ خاوي، ولكن لي سباس ما بين هاد السفير و هاد السفير شارجي، شارجي باش افيك ان دونسيتي غو بوزيتيف، معناه ان لي شارج غيكونوا في الفوليوم. يعني ما بين لي سباس الاول ما بين السفير الاولى والسفير الثانيه هذا الفراغ اللي بيناتهم راه عامر باش بواحد دونسيتي دو شارج فوليميك، يعني عامر كله الحجم كله اللي بينات السفير الاولى والثانيه عامر. مطلوب كذلك نحسب لا سوم دو كي اونتو لي سباس، معنى اونتو لي سباس يعني كاين طرواكا، الا كانوا عندنا دو سفير كيكونوا عندنا طرواكا، كناخذوا مره النقطه ام داخل السفير الاولى، مره النقطه ام بيناتهم، ومره النقطه ام خارج السفير برا كاع، يعني كاينين طرواكا. الا كان عندنا سفير وحده كيكونوا دوكا، اما الا كانوا طروا سفير كاين طرواكا كيما كتلاحظ هنا، عطيك طرواكا. دونك بغيت نوريكم غير الطريقه كيفاش كيتحط ليكزام. دونك هذا اكزام ديال بمسيك، هذا اكزام 2014 2015 ديال بمسيك. شوفوا الطريقه كيفاش كيتحط ليكزام. دونك هنا قالك سوا دو سفير، لان يعني نفسو هاد ليكزيرسيس اللي غنشوفوه هنا، نفسو هاد الحاله الثالثه اللي غنشوفوها هنا هي هادي. كنت ديجا درت معكم دوكا، دونك هنا بقات لنا دوكا عاوتاني ونساليو الحالات ديال السفير. دونك شوفوا معايا مزيان، هذا اكزام كان فيه تيرم دو غوس وقالك سوا دو سفير كونسونتريك، معنى كونسونتريك يعني عندهم ميم سونتر، كونسونتريك سيتادير عندهم ميم سونتر، اس 1 و اس 2 يعني دو سفير اس 1 السفير الاولى والسفير الثانيه، دو سونتر او بجوجهم عندهم ميم سونتر اللي هو سونتر او، دونك دو سونتر او اتفقنا دو غايون ريسبكتيف اغ 1 و اغ 2، بحيث اغ 1 صغر قطعه من اغ 2، فواغ لا فيغيغ هذا هو الشكل. قلت لا سفير اس 1 لا سفير دو غايون اغ 1 يشارجي اف اون فوليم، يعني شارجي فاش في الفوليم كامل. شوفوا بلا ما تشوفوا الرسم لان الرسم ما عندوش علاقه بهاد الهضره، غير خاطئين هنا هما في الرسم. دونك اون فوليم افيك ان دونسيتي رو بوزيتيف، والسفير الثانية اغ 2 شارجي اون سيرفاس افيك ان دونسيتي سيغما بوزيتيف. دونك السؤال الاول قال كالكي لا شارج كي 1 بورتي باغ لو سفير اس 1، السؤال الثاني كالكي لا شارج كي 2 بورتي باغ اس 2. من بعد طلب منهم اون اتيليزو لو تيرم دو غوس ديتيرميني ليكسبرسيون دي شون الكتروستاتيك غاديال اي ديفيرجون، معنى غاديال يعني ستادير غيكون غادي مع الغايون، ديفيرجون يعني غيكون خارج من الشحنه، ماشي داخل على الشحنه ولكن غيكون خارج منها. دوني اشاك فوا لو شيما كوريسبوندون، يعني في كل حاله ولا في كل كا غتخدم بها غتعطي الرسم. بالنسبه للحاله الاولى قال لي بوغ او ام ايكالا اغ صغر من اغ 1، وبوغ او ام ايكالا اغ صغر من اغ 2، وبوغ او ام ايكالا اغ كبر قطعا من اغ 2. والسؤال الرابع كان هو اون ديدوير ليكسبرسيون دي بوتونسيال الكتروستاتيك اون تو ليسباس. دونك اتفقنا تيوريم دو غوس هادشي اللي فيها، فيها لي شارج، فيها لو شون الكتروستاتيك، فيها لو بوتونسيال الكتروستاتيك. كاينين ثلاثه الاسئله اللي غنشوفو دونك في تيوريم دو غوس، كاينين ثلاثه الاسئله. دونك نبداو نقراو معطيات التمرين، كنت ديجا قريتهم. دونك انا عندي دو سفير اس 1 دو سونتر او دو غايون اغ 1، هادي شارجي فين افيك ان دونسيتي افيك ان شارج كي 1 دو دونسيتي رو بوزيتيف. دونك شنو معنى دو دونسيتي رو بوزيتيف؟ معنى دو دونسيتي رو بوزيتيف يعني راها شارجي اون فوليم، راها شارجي اون فوليم. تا
اتفقنا يعني غادي نمشيو نديرو لا ريبونس ديال هذا السؤال بالنسبه لا ريبونس يلا عندي بروميير كا نشوفو اول كا دونك نتفقنا ملي كنبغي نحسب لي شارج خاصني اوبليجي ناخذ واحد النقطه ام ناخذ واحد بوين ام هاد بوين ام فين غتكون على حساب ليكا اللي عطينا هو قال لك يقدر يقول لك هاد ليكا كاملين يقول لك في كلمه واحده يقول لك اون تو لي سباس معنى اون تو لي سباس يعني كيقصد هاد ليكا بثلاثه دونك نعاود نرسم هاد الصفار كما كتلاحظوا شوف اللي كنحضر معايا الحصه اللي فاتت كنا شفنا صفير شارجي اون فوليم شفنا صفير شارجي اون فوليم كنا شفنا شفنا لو شون ا لانتيريور و ا ليكستيريور هما نفسهم غنعاودهم هنا هما نفسهم ديال الحصه اللي فاتت غنعاودهم هنا غير شنو اللي تزاد هنا تزادتك صفير اخرى ولكن هاد الصفير اخرى اللي تزادتك شارجي اون سيرفاس اتفقنا دونك غنشوف ناخذ واحد الورقه اخرى باش نجاوب على هادي دونك غنشوفوا هاد دوزيام كا في الحاله دو الصفير قلنا شوفوا هاد الحاله هادي دونك قال كالكي لو شون اون تو لي سباس دونك باش يبقى لي غير لي سباس باش يبقى يبان لكم داكشي شنو غندير غناخذ بروميير كا قلنا غناخذوا هاد الصفير هادي فين شارجي دونك لان كل كا هادي شارجي اش اون فولي اتفقنا هادي صفير سونتر او او دو غايون اغ ان الصفير الثانيه دو سونتر او دو غايون اغ دو دونك نحطو لي شارج لي شارج كي دايرين فوليميك يعني لي شارج كاينين اش باش عرفنا فوليميك لان قال ليا افيك ان دونسيتي رو الا قالك افيك ان دونسيتي رو اوتوماتيكمون لي شارج فوليميك الا قالك افيك ان دونسيتي سيغما اوتوماتيكمون لي شارج سيرفاسيك دونك اتفقنا كثافه هي مجموع الشحنات علاش يا اما على المساحه او لا على الحجم او لا على الطول دونك عندنا ثلاثه الكثافات كما هضرنا قبل اللي هما سيغما ولاندا ورو دونك هذه شارجي برو يعني لي شارج كي دايرين فوليميك والثانيه شارجي باش سيغما يعني لي شارج كي دايرين سيرفاسيك ياك هاد لي شارج لي سميتهم سيغما سيرفاسيك يعني كاينين غير في السيرفاس غير في السيرفاس ديال السفير لا شارج توتال يعني هاد لا شارج توتال دونك هاد لا شارج توتال اللي كاينه في الفوليم هاد لا شارج توتال سماها كي ان لا شارج توتال اللي كاينه في السيرفاس سماها كي دو وهادي السفير اس ان وهادي السفير اس دو دونك حنا غنمشيو غير بشويه بشويه دونك باغي البروميير كا باغي نحسب لا سوم دو كي باغي نحسب كي انتيريور باغي نحسب كي انتيريور كيما قلت لكم نقدروا نرمزوها بهذا الرمز بالسوم دو كي وكاين اللي كيرمز لها بكي انتيريور راه بحال 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 سوم دو كي غير هذا الرمز كيعني سوم هذا كيعني سوم بوغ نبدا بالحاله الاولى بروميير كا بروميير كا شنو غناخذ غناخذ ام قلنا كاينين ثلاثه الحالات هنا ملي كيكون عندنا دو صفر كيكونوا ثلاثه الحالات شنو هما ثلاثه الحالات مره النقطه ام غتكون داخل هذا الصفر مره وسطهم مره برا غناخذ المره الاولى النقطه ام داخل هذا الصفر هذه هي ام لا ديستانس ديما قلنا من او حتى ام اش كنسميوها يلا اللي كان حاضر معايا الحصه اللي فاتت لا ديستانس دائما من او حتى ام كنسميوها ار صغيره يعني هاد لا ديستونس من او تيل ام غنسميوها ار صغيره قلت لكم تخيلوا معايا هاد النقطه ام هي غوص وهادو اللي دور يديه دورهم ها طوال ودور هاد يديه اللي دور اش كيتسماو كيتسماو سيرفاس دو غوص نورمالمون هاد يديه في الحقيقه هما عباره عن اش هما عباره عن صفر لان سيرفاس دو غوص كما اتفقنا كنختاروها باش نحسبوا لا سوم دي شارج انتيريور قلنا هي سيرفاس وهميه معنى وهميه يعني ما فيهاش دي شارج داكشي علاش كنديروها بخطوط متقطعه لان السيرفاس وهميه الانتيريور ديال السيرفاس الحمراء الانتيريور ديال السيرفاس الحمراء باغي نحسب شحال كاين من لي شارج دونك اتفقنا يا اما كنبداو من ديد كي اليمونتير حيت ديجا قلنا لي شارج لا سوم دو كي غنعاود لك واحد الغابيل لا سوم دو كي انتيريور لا سوم دو كي انتيريور
ولا كي انتيريور، كاين ثلاثه الحالات. هاد كي انتيريور الا كانت هذيك الكثافه سيغما ولاندا وغو كانوا هادو دي كونستانت، لا سوم دو كي انتيريور الا كانوا لي شارج سيرفاسيك كنديروا سيغما اس، الا كانوا لي شارج فوليميك كنديروا غو في، ولا كانوا لي شارج لينياك كي انتيريور هي لاندا في ال. هادي بالنسبه لي شارج سيرفاسيك يعني كنهضر على السيرفاس، وهادو بالنسبه لي شارج فوليميك يعني الا كانوا لي شارج في الفوليم، وهادو بالنسبه لي شارج لينياك ولا لينياغ بحال بحال. افيك سيغما ولاندا وغو قلنا هما الكثافه، هادي كثافه دونك حنا كنجبدوا هاد لي شارج هاد كي انتيريور كنجبدوا انطلاقا من لي دونسيتي. شحال كاين عندي من دونسيتي؟ لي دونسيتي كاينين ثلاثه، الا كانوا لي شارج في لين يعني كيتوزعوا في لين، فكتكون عندي هنا مثلا بحال الخيط بحال شي خيط مشحون لي شارج كانوا لينياك، كتكون عندي كثافه خطيه. معنى كثافه يعني هو عدد الشحنات، يعني عدد الشحنات الكليه اللي كنرمزوها بكي كي توتال. علاش؟ هذا الخيط قلنا الطول ديالو هو ال على ال كامل ياك، ولا خدينا غير جزء من الشحنات ما خديناش كلشي، فهاد الجزء غيكون لا شارج ديالو هي الديدكي، لان ديما الاليمون كنرمزو ليه بلا شارج ديالو هي الديدكي. وهاد الطول اللي خدينا ما غيكونش ال كامل ولكن جزء من الطول غنسميوه ال. ديما الجزء كنديرو هاد كلمه دي كنعني جزء، يعني غتكون الديدكي على الديد ال. اتفقنا؟ هادشي كنا هضرنا عليه. كاينه هادي لينياك الا كانوا لي شارج لينياك، دونسيتي لي دونسيتي كاينين لينياك. دونك اول حاجه هادي قلنا لينياك. شنو هي فوليميك؟ كاينه تابعه سيرفاسيك، دونسيتي سيرفاسيك. معنى دونسيتي سيرفاسيك هي كثافه، كثافه هي العدد ديال الشحنات. مثلا كانوا عندي دي شارج سيرفاسيك، الكثافه ديالهم هي مجموع ديالش ديال الشحنات الكليه على السيرفاس كامله. ولا خدينا غير جزء غنقولوا اش غير جزء من السيرفاس كنسميو ديد اس، ولا شارج اللي غتكون فيه هي ديدكي، يعني كنقولوا ديدكي على ديد اس. دونك دائما الكثافه اما كنقولوا الكل على الكل ولا الجزء على الجزء، هادو هما الكثافات اللي غنخدموا بهم. بالنسبه للدونسيتي فوليميك، شنو هي الدونسيتي فوليميك؟ يعني كنعرف اوتوماتيكمون ان هاد لي شارج غيكونوا بحال هنا خدينا مثلا بحال عندنا هنا ديسك، يعني غيكون عنده غير في السيرفاس. الا خدينا مثلا فوليوم كامل عامر لداخل، يعني كتكون لا دونسيتي بحال شدينا كره وشحنا من الوسط في الشحنات الوسط، يعني الفوليوم كله غيكون عامر بالشحنات. لا دونسيتي فوليميك كنرمزو لها بغو، يا اما نقول الشحنات الكليه علاش راه الفوليوم كله، ولا الشحنات الجزئيه على الجزء من الفوليوم اللي هو الديد في. دونك ملي كنوليو نحسبو هاد كي، قلنا الحالات اللي كانت عندنا قبل من الكور، قلنا الا كانت لاندا وسيغما وغو ثوابت كونستانت، كنجي مباشره كنقول شنو هي كي، لا شارج توتال الا كانوا سيرفاسيك لي شارج سيرفاسيك وبغيت نحسبهم، كنقول سيغما في اس، سيغما في السيرفاس افيك سيغما كونستانت. ولا كانوا لي شارج فوليميك كي كنقولوا هي غو في في، ولا كانوا لي شارج لينياك كي هي لاندا مضروبه فاش في الطول في ال. اتفقنا؟ شي واضح؟ هادو الا كانوا هاد لي دونسيتي انيفورم، معنى انيفورم يعني كونستانت، انيفورم تعني كونستانت. راه غيقول لك هو في التمرين غيقول لك راه غنعتبر واحد الدونسيتي مثلا لاندا ولا سيغما ولا غو غنعتبرهم كونستانت يعني ثوابت انيفورم. اما الا كانت هاد لاندا وسيغما وغو هادو ني با كونستانت يعني ني با انيفورم يعني ماشي ثابتين يعني غير منتظمين يعني ما كيتوزعوش بانتظام، معنى ما كيتوزعوش بانتظام يعني ما كيكونوش كونستانت، غتكون ما غنجبدوش لا شارج كي مباشره ولكن غندير واحد العمليه، غنجبدو الديد كي هي الاولى من هاد العلاقه. دونك الديد كي بالنسبه للسيرفاسيك، بالنسبه للسيرفاسيك كنجبدو الديد كي من هادي، الديد كي كتولي هي سيغما كنلوحو الديد اس الفوق كتولي سيغما فوا الديد اس. ابري باش نجبد كي كي توتال كندخل لانتيغرال هنا ولانتيغرال هنا، غتولي لانتيغرال ديال سيغما فوا ديد اس. علاش درت دوبل انتيغرال فيرمي؟ دوبل انتيغرال لانني كندير التكامل. علاش؟ على مساحه فوليميك غنديرو كي هي لانتيغرال على فوليم ديال اش غو فوا دي في.
أولينياك كيكون انتجرال واحد، لأنني كنكامل على خط، هنا على مساحة كندير دو انتجرال، هنا على فوليم طروا انتجرال، هنا على لين كندير انتجرال واحد ديالاش ديت كي قلنا في اللينياك لاندا ديت ال، لاندا فوا ديت ال. حنا كنكونو خدامين بدونسيتي كونستونت، يعني غنستعملو غير هادو، اتفقنا؟ فهاد لوكا ديما هو كيقولك انيفورم، يعتبرها انيفورم، ما اعتبرش هاد الحالة اللي غيكونو فيها ماشي انيفورم، حنا نشوفها معاكم شنو كنديرو، ما بطبيعة الحال ما غنديروش بحال هادشي. كلا كانوا انيفورم، مثلا سيجما انيفورم، خرجها برا، خرج سيجما برا، مي غتخرجها تعتبرها كونستونت، التكامل ديال ديد اس يعطيك هو اس، يعني هي كي غتبقى سيجما اس، ولا كانت غو كونستونت خرجها برا، لأن يعني التكامل كولو كيخرج، التكامل ديال ديد في غيعطيك هو في، غتبقى غو في. ولا كانت لاندا كونستونت خارجه برا، والتكامل ديال ديد ال غيعطيك هو ال. يعني الا كانوا هاد لي دونسيتي كونستونت، دونك حنا غنخدموا بهادو. دونك من هادشي كامل، من هاد الهضره اللي كامله اللي قلت، تكون عارف هاد الطرواق، هاد الطرواق كيفاش تجبد كيف حاله السيرفاسيك، كيفاش تجبد كيف حاله لي شارج فوليميك، كيفاش تجبد كيف حاله لي شارج لينياك. يعني يا اما غدير سيجما اس ولا غو في في ولا لاندا في ال، كاينين ثلاثه الحالات. امتى كنستعملوا سيجما اس؟ الا كانوا لي شارج كيتوزعوا على سيرفاس. هو راه غايقول لك في التمرير هاد السفير ديالنا ولا هاد السيلندر ديالنا ولا هادي راه تكون شار، غايقول لك راه شارجي اون سيرفاس، يعني كتاخذ الكثافه ديال الشحنات مضروبه في المساحه، الكثافه ديال الشحنات كنسميوها سيغما. الا كانوا لي شارج فوليميك كناخذوا الكثافه ديال الشحنات اللي هو في الحجم اللي هو في. الا كانوا لي شارج كيتوزعوا على لين على خط، يعني لينياك، كي كتساوي لاندا في ال. دونك الخلاصه ديال هاد الهضره غتشدوه معايا هادو، اتفقنا؟ هذا هو الدرس، هادشي اللي غنخدم به باش نجبد لا سوم دو كي انتيريو. دونك نرجعو للتمرين ديالنا. التمرين مطلوب نحسب اش كي انتيريور في طرواك، يعني مره ام غناخذ مره، ضروري ملي غنحسب كي انتيريور كناخذ النقطه ام وكناخذ سيرفاس لوغوس. مره النقطه ام غناخذها داخل السفير الاولى داخل اس ان، مره ما بينات اس ان و اس 2، ومره خارج السفير يعني برا كاع. دونك الا خدينا ام داخل السفير الاولى كندورو سيرفاس لوغوس. شنو هي سيرفاس لوغوس؟ قلنا تخيل معايا هادو، هاد ام هي غوس، وهادو اللي دورناه هما يديه طوال ودورناه. دونك حنا باغي نحسبو كي انتيريور. شنو كنعرفو كي انتيريور دابا؟ وشنو غناخدو؟ السيغما في اس ولا لاندا في ال ولا غو في في؟ مادام لي شارج كاينين في الفوليم غناخدو غو في في، ولكن اين في؟ بطبيعة الحال كنهضر على الفي اللي هو الحجم، الحجم 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 ديزولي الفوليم شارجي، يعني كنهضر على الفوليم شارجي، الحجم المشحون. لا لاحظتوا الشحنات خاصني ناخذ غير حد سيرفاس دوغوس، هادو اللي برا ما عندي ما ندير بهم، اتفقنا؟ دونك انت خصك توقف حداش الفوليوم اللي غتاخذ، يعني غتاخذ دابا حد اغ صغير. اتفقنا بان السيرفاس ديال السفير، شنو هي السيرفاس ديال السفير؟ خصك تكون عارف لا السفير جوج حوايج، السيرفاس والفوليوم. شنو هي بالنسبه للسفير؟ بالنسبه للسفير السيرفاس هي 4 بي اغ او كاري. ولا بغينا الفوليم كنديرو الاصليه. شنو هو الفوليم؟ هو الاصليه. شكون هو المتغير في السفير؟ يعني الا كبرناها ولا صغرناها غيتغير الشعاع ديالها اللي هو اغ. يعني الا بغينا الفوليم 4 بي كونستانت، والشعاع هو اللي غيتغير، يعني غيولي الاصليه ديالو هي اغ على بويسونس 3 سيغ 3، اتفقنا؟ هذه بالنسبه للسفير، ها السيرفاس ها الفوليم. دونك من هنا لهنا شنو درنا؟ بريميتيف، درنا اصليه باش لقينا الفوليم، لان تعريف السيرفاس هي قلنا 4 بي ار كاري، وباش نلقاو الفوليوم كنديروا الاصليه ديال ار او كاري. شنو هي الاصليه ديال ار او كاري؟ هي ار على بويسونس 3 سير 3. هادشي واضح؟ دونك غو في ار، دونك غتبقى هي غو فاش في ار. شنو هو في ار؟ قلنا هو 4 بي في ار على بويسونس 3 سير 3. هادي هي كي ان انتيريور بروميير كا. طبيعة الحال هنا لأننا خدامين في دونسيتي فوليميك كونستانت، هادي هي بروميير كا. هادشي واضح؟ دونك هادي بروميير كا، وهادي بروميير ميثود، الطريقة الأولى. كيما قلت لكم كاينة طريقة أخرى، اللي ما عجباتوش هادي كاينة دوزيام ميثود. شنو غيدير دوزيام ميثود؟ غادي أشنو يدير؟ غيحسب، غيجبد ديت كي هي الأولى. دونك كنعرفو أن ديت كي إلا كانوا لي شارج فوليميك غتكون هي غو فوا دي في. هادشي ديجا درناه وهضرنا عليه، ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة ماشي ربعة، اتفقنا؟
اذا باش نجبد انا هاد دي دفي غنعاودو باش غو. شنو هو دي دفي؟ قلنا العلاقه ما بين الفوليوم والسيرفاس، قلنا دي دفي ديريف ديال الفوليوم هو السيرفاس في الدي ار صغير، لان كاينه علاقه خصكم تكونوا عارفينها ديال الفوليوم. الفوليوم هو التغير ديال المساحه بالنسبه للتغير ديال الشعاع، يعني لا ديريف ديال السيرفاس بالنسبه للدي ار، هذا كيتسمى الفوليوم. الا بغينا دي اس، شنو هي دي اس؟ ديزولي، قلنا اس سيرفاس هي التغير ديال الحجم بالنسبه للدي ار، العكس. اذا لا بغينا دي في، قلنا دي في هي اس فوا دي ار، يعني لا بغينا دير لو فوليوم اليمونتير، هذا كيتسمى لو فوليوم اليمونتير، هو اس فوا دي ار. عوضنا هنا باس دي ار، اتفقنا؟ عوضنا هنا باس دي ار. كنعرفوا اس، شكون هي اس؟ السيرفاس ديال السفير كلكم كتعرفوها. وين السفير غناخذ؟ بطبيعة الحال هاد السفير، هاد السفير اللي فيها لي شارج، يعني هاد السفير الحمراء، هاد السفير الحمراء هي السفير دوغوس، عندها الغايون اغ صغيرة، دونك غنديرو 4 بي اغ صغيرة او كاري فوا دي اغ. صافي، باش كنلقى كي انتيريور غندخلهاش لانتيغرال. غنتابعو معايا، مغدخلوش هنا تريبل انتيغرال، مغدخلوش ثلاثة ديال لي زانتيغرال، لأن بقى عندك فاريابل واحد هو اغ. حنا ملي عوضنا هادي باس فوا دي اغ، دونك ندخل غير انتيغرال واحد، كنعرفوا انه كثافه كونستانت ثابته كتخرج. الا درنا الانتيغرال ديال ديت كي كيعطينا هاد كي اللي كنقلبوا عليها اللي هي كي انتيريور، غو و 4 بي هادو كونستانت غيخرجوا من الانتيغرال اوتوماتيكمون. ملي كندخل الانتيغرال كنخرج اش لي كونستانت، واش هادشي واضح؟ ملي غنحسب الانتيغرال، دونك حداش لي شارج، حداش كيساليو لي شارج، كيساليو حد ار صغيره، يعني غنحسب من زيرو حتى الار صغيره، ياك متفقين؟ دونك كتبقى شناهي هي غو فاش في 4 بي. دونك اصليه اغ صغيره او كاري هي كروشي ار بويسونس 3 سير 3 من زيرو حتى الار صغير. دونك المره الاولى غنعاودو ار صغيره باش بنفسو براسو غيولي غو في 4 بي عامل، لعوضنا بنفسو غتولي اغ على بويسونس 3 سير 3 موان، عوضو بزيرو غيولي موان 0 على 3 غيمشي. دونك هادي هي كي انتيريور. كما كتلاحظوا يعني بالنسبه للبروميير كا او لا دوزيام كا لا ميم ميثود، اتفقنا؟ نفس الطريقه. هادي بروميير كا، هادي بروميير كا، وهادي بروميير ميثود، هادي بروميير ميثود كنخدموا ديريكت. هادي دوزيام كا، هادي نفسها بروميير كا، هادي دوزيام ميثود. دونك شكون اللي عنده شي اسئله هنا؟ يلا، شكون اللي ما فهمش شي حاجه؟ واش هادشي واضح؟ مكاينش مشكل. دونك ملي كنبغيو نحسبو لا سوم دو كي انتيريور، هنا عطاك لي كا قسمهم لك. اش كيقصد بار صغر قطعا من ار ان؟ يعني كيقصد النقطة ام هنا داخل السفير الاولى، و ار محصورة ما بين ار ان و ار دو، يعني الوسط، نقطة ام غتاخد الوسط. ضروري باش تحسب لا سوم دو كي خصك تختار نقطة ام وتختار سيرفاس دوغوس. النقطة ام المرة الاولى اختارينا داخل السيرفاس الاولى، المرة الثانية غناخدوها ما بيناتهم، المرة الثالثة برا السيرفاس، برا السيرفاس الأولى، اتفقنا؟ دونك دابا غنمشيو نهضرو على دوزيام كا. هضرنا على بروميير كا، هضرنا على النقطة أم ما بينات أش داخل السفير الأولى، هضرنا على النقطة أم داخل السفير الأولى. غندوزو لدوزيام كا اللي غنهضرو على النقطة أم ما بيناتهم، يعني ما بينات السفير الأولى وما بين السفير الثانية، اتفقنا؟ دوزيام كا، دوزيام كا اللي بغا نحسبو فيها كي انتيريور هي بوغ او ام ايكالا اغ، يعني محصورة ما بين اغ ان و اغ دو، ولا بوغ ام اونتخ اس ان و اس دو. معنى ام اونتخ اس ان و اس دو نفس العملية، كتعني بوغ او ام ايكالا اغ محصورة ما بين اغ ان و اغ دو، اتفقنا؟ محصورة ما بين اغ ان و اغ دو. دونك شوفوا معايا مزيان هنا، قطعا شوفوا معايا مزيان. غناخدو دابا السفير الاولى، هايا شارجي اش اون فوليم، هادي لي شارج ديالها فوليميك. السفير الثانية شارجي اش اون سيرفاس
سيجما. دونك هادي عندها غايو اغ ان وهادي عندها غايو اغ دو. بالنسبه لي شارج ديال الاولى كي دايرين فوليميك اتفقنا, وبالنسبه للشارج ديال الثاني اتفقنا انهم سيرفاسيك. معنى سيرفاسيك يعني كاينين غير في السيرفاس, فوليم خاوي. دونك هذه بالنسبه يعني هنا كاين ما بين هنا وهنا كاين غير لو فيد, كاين لو فيد يعني كاين الفراغ, كاين فراغ ما بين هاد السفير الاولى والسفير الثاني. هذه اس 1 وهذه اس 2. اس 1 قلنا شارجي بواحد لا شارج توتال كي 1, وهادي شارجي بواحد لا شارج توتال كي 2. دونك بالنسبه للحاله الثانيه فين غتاخذ ام, اتفقنا الحاله الاولى خدينا ام داخل السيرفاس الاولى ودورنا سيرفاس دوغوس. الحاله الثانيه غناخذو ام ما بين السيرفاس الاولى والسيرفاس الثاني, ولا ديستونس من اوتيل ام ديما هو ار صغير دائما. من بعد شنو غنديرو؟ غندوزو سيرفاس دوغوس. سيرفاس دوغوس اتفقنا ان ديزم منين كتكون ديزم من نقطه ام, يعني تخيل هاد ام هو غوس وهادو اللي دورناه هما ايدي, هما ايدي طوال ودورناه. كيف ما كتلاحظوا ان اللي دخل وسط السيرفاس دوغوس دابا هي السفير اس 1 كامله. يعني الا بغينا كي انتيريور, يعني كي انتيريور الانتيريور ديال اس 1 راه هي لي شارج ديال السفير الاولى كامله. شنو لا شارج ديال السفير الاولى كامله؟ هي كي 1. وهاد كي 1 عندها دونسيتي فوليميك ولا سيرفاسيك؟ عندها دونسيتي فوليميك. اذا مادام عندها دونسيتي فوليميك غناخذو غو في باش نحسبوها. وإن في في اللي غيكونوا فيه لي شارج, يعني في حداش غناخذو حد. دابا لي فوليم حداش غناخذو؟ هنا راه ما كاينينش, هنا راه ما كاين والو. يعني لي شارج كما كتلاحظوا كيساليو حد ار 1, يعني غناخذو الفوليم حد ار 1 وغنديرو غو في 4 3 بي ار 1 على بويسونس 3. ممكن ديروا الميثود الثانيه ديال الانتيغرال حتى هي صحيحه, تبداو بالديد كي غتلقاو كي حتى هي صحيحه. هذه ميثود الاولى ياك. الميثود الثانيه راه ديال الانتيغرال راه وريتها لكم في الاول, غير الانتيغرال لي بورن غتاخذو منها نفس لي زيطاب. الميثود الثانيه ديال الانتيغرال نفس لي زيطاب, يعني غديروا الديد كي كتساوي غو في الدي في, غتعاودوا الدي في باس فوا ديد اغ, غتعاودوا اس ب 4 بي ار كاري فوا ديد اغ. وملي غتجيو لي بورن غتحسبو منين؟ ما تحسبوش من زيرو حتى الار صغيره, لان لي شارج دابا فين كيساليو؟ ما كيمشيوش حتى الار صغيره, ما كاينينش حتى الار صغيره لان هنا خاوي. غتاخذ غير من زيرو حتى الار ا, غتاخذ من زيرو حتى الار ا, تاخذ منين؟ دير نفس الميثود ديد كي ايكال غو دي في. هذه بالنسبه للميثود الثانيه. ولي بورن غتاخذ من زيرو حتى الار ا, لان لي شارج دابا كيساليو حداش حد ار ا. واش توجور هذيك العلاقه بين السيرفاس والفوليم صالح راه على اشكال اخرين دوزيام ميطو خدامه لكاع الاشكال هذيك, بشرط ان يكونوا لي شارج فوليميك. اتفقنا, بشرط يكونوا عندك لي شارج فوليميك. هذه كنستعملوها ملي كيكون عندنا لي شارج فوليميك. الا كانوا لي شارج فوليميك غتخدم بها, خدامه لكاع الاشكال. اتفقنا. ميطود دو نف كور كي لي كيدير ميطود دو بحال ميطود دو بحال ميطود ان. المهم هي انك تخرج وصافي, مفهوم خويا؟ واخا تخلي لينا اللايف دونك غيبقى. يلا كملوا معايا, واش هادشي واضح؟ دونك شكون اللي عنده شي كيستيون هنا؟ مشيو لتروازيام كا. تروازيام كا غناخدو او ام ايكالا اغ كبر قطعا من اغ دو, او غنقولو ام غناخدوها اليكستيريور اليكستيريور دو اس دو. غناخدو دابا النقطة ام يعني اليكستيريور ديال اس دو. غتجي و غترسم دو سفير, ها السفير الاولى هادي اللي عندنا بالسونتر او دو غايون اغ ان, اتفقنا هادي فين شارجي؟ شارجي اش اون فوليم. بالنسبة للسفير الثانية دو سونتر او دو غايون اغ دو, هادي شارجي اون سيرفاس.
ياك متفقين معايا؟ دونك فينا ناخدو التروازيام كا ناخدو ام. دونك البروميير كا خدينا ام داخل السفير الاولى، دوزيام كا ام بيناتهم، تروازيام كا ناخدو ام برا. الا خدينا ام برا لا ديستونس من او تال ام غنسميوها ار، ار صغيره. قلت لكم تخيلوا معايا ام هي قوس وهادو اللي دور هما ايديه هما سيرفاس دو قوس اللي في الحقيقه عباره عن اش، عباره عن صفر. ياك كما كتلاحظوا الانتيريور ديال السيرفاس كي انتيريور شحال غتكون الانتيريور دخلوا دخل وسط السيرفاس دابا لي صفر بجوج، دخل الصفر اس ا دخل الصفر اس 2. وشنو عطاونا بالنسبه لا شارج ديال الصفر اس ا؟ عطاونا هي كي ا، وبالنسبه لا شارج ديال الصفر اس 2 هي كي 2. يعني غنجمعهم دابا غندير كي ا بليس كي 2. افيك كي ا ديجا حسبناها هي كي ا، قلنا غو في في ار. ولكن كي 2 شناهي؟ كيفاش غنحسبو كي 2؟ كي 2 شارجي باش بسيغما، يعني غنديرو سيغما في السيرفاس اس 2. دونك كي ا ديجا عندنا قلنا هي غو فوا 4 سير 3 بي فوا ار 1 على بويسونس 3 بليس كي 2. كي 2 شغتكون؟ هي سيغما في السيرفاس 2. كلكم كتعرفوا السيرفاس ديال السفير 2. السفير 2 شنو الغايون ديالها؟ الغايون ديالها هو هو ار 2، يعني غتكون سيغما فوا 4 بي فوا ار 2 لو تو او كاري. دونك كاين شي عامل مشترك هنا هو 4 بي. دونك نقدر نعمل ب 4 بي، الا عملنا ب 4 بي غتولي عامل ليغو فوا ار 1 على بويسونس 3 سير 3 بليس سيغما فوا ار 2 او كار. هادي هي كي انتيريور. بالنسبه للحاله الاخرى علاش؟ لان هاد لي دو سفير كما اتفقنا بجوجهم شارجي، هاد الاولى شارجي اون فوليم باش نحسبوا لي شارج ديالها غنديروا غو في في، والثانيه شارجي اون سيرفاس باش نحسبوا لي شارج ديالها غنديروا سيغما في اس. وإن اس سيرفاس على من سيرفاس كنهضر، كتهضر على السيرفاس ديال السفير الثانيه. وكنعرفوا ان السفير الثانيه عندها الغايون ار 2، السيرفاس اون جينيرال هي 4 بي ار او كاري. دونك هنا غتولي 4 بي فوا ار 2 او كاري. صافي هادي كي انتيريور. صافي كاين شي اسئله هنا ولا ندوز؟ ما كاينش مشكل ياك. دونك دابا ندوزو لوشون، هضرنا على لا سوم دو كي. السؤال الثاني غنهضروا على لوشون اون تو لي سباس، يعني السؤال الثاني وبغينا نحسبوا او اون تو لي سباس. ما معنى اون تو لي سباس؟ اش كتعني اون تو لي سباس؟ اون اطروك، يعني نفس لي كان اللي خديت الاول باش نحسب ا باش نحسب لا سوم دو كي. يعني غناخد بوغ ار صغر من ار 1، بوغ ار محصور ما بين ار 1 و ار 2، و بوغ ار كبر قطعا من ار 2. هادي اون تو لي سباس. هادي كتعني ام ا لانتيريور دو اس ا، دو اس ا ديال السيرفاس الاولى. هادي كتعني ام اونتر ما بيناتهم اونتر اس 1 و اس 2، وهادي كتعني ام ا ليكستيريور ا ليكستيريور ا ليكستيريور دو اس 2. دونك هادو هما طرواكا اللي عندي. دونك كيما اتفقنا لوشون مجرد علاقه المجال الكهربائي كنجبدو بهاد الطريقه هادي، كنديرو التكامل ديال او سكالير اش ديد اس ديال قوس كتساوي كي انتيريور لا شارج على انتيريور ديال سيرفاس دو قوس على ايبسيلون زيرو. كيما اتفقنا او مع ديد اس كي دايرين باراليل مع ديد اس ديال قوس، ديما كيكونوا باراليل. معنى باراليل يعني هناك بيناتهم جداء سلمي، برودوي سكالير ديالهم غيطيروا اش لي فيكتور، غيطيروا لي فيكتور. الا طاروا لي فيكتور بليس ان او انيفورم غيخرج، غيخرج لبرا. والتكامل ديال دي اس عطاتينا اس، يعني هادشي كامل غيبقى لك اوف اس. اوف اس كيساوي سوم دو كي سير ايبسيلون زيرو، يعني في الاخر غيبقى لنا او هو سوم دو كي انتيريور على سيرفاس دو غوس في ايبسيلون زيرو. افيك سيرفاس دو غوس دائما عندها، فيما شوف السيرفاس دو غوس هي السيرفاس الحمراء اللي كنت كنختار، السيرفاس الحمراء ديما عندها 4 بي اغ او كار، لان عندها اغ صغيره، لان السيرفاس دو غوس هي غتكون عباره عن صفر كتشبه الشكل المشحون.
دابا نقسم الحالات، غنقولو بوغ، بوغ إغ بروميير كا، بوغ إغ صار قطعا من إغ أن بروميير كا، هادي أول حالة، بوغ إغ صار قطعا من إغ أن، كلا لقينا بأن كي أنتيريور ولا لا سوم دو كي أنتيريور شحال كتساوي، يلا رجعو معايا لبروميير كا، لقينا كتساوي غو في في، دونك لقينا كتساوي غو فوا ربعة على ثلاثة. فاش بي ار ان اس 3 هذيك كنا لقينا ديجا، يعني غيبقى لنا لو شون ديال الحاله الاولى، غنعوضو غير في هاد العلاقه، هاد العلاقه نعوضو فيها الصوم دوكي، غتبقى غو فوا 4 سير 3 فوا بي ار ان على بويسونس 3 سير 4 بي ار صغيره كاري فوا ايبسيلون 0، دونك تختزل 4 بي مع 4 بي، وهاد الثلاثه غتنزل لتحت غيولي غو فوا ار ان على بويسونس 3 سير 3 R صغيرة أو كاري في إبسيلون زهر، دونك هادي بالنسبة لبروميير كا، واضح؟ كاين شي سؤال، كاين شي كيستيون هناياك باينة واضح؟ دونك نهضرو على الدوزيام كا، كنبقاو نعاودو غير في هاد العلاقة ديال لوش، دوزيام كا، الحالة الثانية، شنو لقينا؟ لقينا بأن لا سوم دو كي ولا كي أنتيريور إيكالا إش، ديجا لقيناها، دوزيام كا فين هي دوزيام كا؟ ديزولي، هادي هي دوزيام كا ديزولي، هادي، هادي دوزيام كا، هادي بوغ إغ محصورة ما بين إغ أن و إغ دو صحوة، هادي دوزيام كا اللي فيها هادشي، بلا ما نعاودها هادي دوزيام كا، بروميير كا، شنو هي بروميير كا؟ لقينا كي أنتيريور إيكالا غو، فوا 4 على 3 فوا بي إر صغيرة. ار صغيره اس 3 هي هذه بروميير كا، اتفقنا؟ دونك غتبقى هذا او ديال دوزيام كا صحو او 2 وهذا هو او 1، او 1 غيبقى هو كي انتيريور، علاش؟ على 4 بي ار صغيره او كاري في ايبسيلون 0، غنعاودو كي انتيريور بغو فوا 4 على 3 فوا بي ار صغيره على بويسونس 3 ونعاودو هذه ب 4 بي ار صغيره او كاري في ايبسيلون 0، دونك غتختازلنا 4 بي مع 4 بي وغتختازلنا إغ كاري مع إغ كاري وغيبقى لو شون ديال الحالة الأولى هو غو فوا إغ سير 3 إبسيلون 0، ولا درنا فيكتور متفقين أننا كنزيدو أو إغ هنا، إلا درنا فيكتور كنزيدو أو إغ، تا لاخر ودير فيكتور، إلا درنا فيكتور هنا كنزيدو أو إغ هنا، صافي، حتى لاخر وزيدو هاديك الفيكتور. هذا راه عاود ترجعت لي لانك تغلطت في الاول، هذا راه ديال دوزيام كا وهذا ديال بروميير كا، ياك بروميير بروميير كا، وهذا اللي خدينا ديال دوزيام كا، نمشيو ناخذو دابا ديال تروازيام كا، تروازيام كا لقينا كي انتيريور ايكالا 4 بي فواش فوا غو فوا اغ ان على بويسونس 3 سير 3 بليس سيغما فوا إغ دو أو كاري، اتفقنا؟ يلا دونك شنو غيبقى لو شون ديال الحالة التالتة؟ غنعوضو هاديك كي أنتيريور، اتفقنا أن لو شون هو كي أنتيريور، علاش؟ على 4 بي ديما إر صغيرة كاري في إبسيلون زيرو، هادي كي أنتيريور ديال الحالة التالتة، غنعوضوها ب 4 بي، تبقى عامل لي غو فوا إر أن على بويسونس 3 سير 3 بليس سيغما فوا إغ دو أو كاري ديفيزي باغ 4 بي ديفيزي باغ 4 بي فوا إغ صغيرة كاري فوا إبسيلون زيرو، تختازل هادي مع هادي وغيبقى لو شون ديال الحالة التالتة هو غو فوا إغ أن على بويسونس 3 سير 3 بليس سيغما فوا إغ دو أو كاري سيغ إغ صغيرة كاري فوا إبسيلون زيرو، إلا درنا فيكتور هنا كنديرو سويفون أو إر، اتفقنا لأن لو شون توجور غادي، واش واضح؟ يلا كنتمنى لكم التوفيق، الحالة الثالثة تندير فيديو آخر ونشرحها لكم الحالة الأخرى، يلا تبارك الله عليكم، الله يسر لكم الأمور.